بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو لكيفية تنبات الحشرات في الخياطة. هذه الحشرات كما ترون معي فهي لامعة، أقوم بتنباتها بحبة بعد حبة. إذا أيها الأحباب، كما ترون معي في هذا الفيديو هناك الحشرات في الكتف ثم في النصف توك. هذا الجلابة هي من الموديلات الجديدة. على بركة الله، أول شيء أقوم به أقدم لكم الحشرات التي أقوم بتنباتها. لدينا أربع أنواع من هذه الحشرات: حشرات العقيق من العقيق الحر، إذا أخذ هذا النستوك وأبدأ من طرف الكتف. إذا شمع الخيط جيدا، أقوم بضغل هذا الخيط على أربعة وأختار إبرة رقيقة مناسبة وأبدأ العمل. فأتمنى من السيدات العاشقين هذا الموديل الجديد، فهو من الموديلات الجديدة 2021. وهذا هو وقت لباس هذا النوع من اللباس، جلابة بالعقيق في النستوك. إذا أقوم بلصق هذا النوعين من الحشرات. لدينا حجرة على شكل مربع وأخرى صغيرة شكلها دوراني، أي أقول بشكل قرص. لكيفية عمل ولصق هذه الحشرات، فأضعها على واجهة الكتان أو الثوب ثم أقوم بلطقها من الداخل كما تلاحظون معي في هذا الفيديو. إذا الحشرات بشكل انتظام كما ترون معي، أشكال وأنواع بأربع أنواع من هذه الحشرات. إذا مشاهدينا الأفاضل، بعد لصق الطرف الأيمن أو الأيسر، فهذا الطرف هو الطرف الأيمن، بعد لصق هذا الطرف الأيمن أقوم بعلامات بخيط يخالف لون الثوب. فكل هذا الخيط الذي أقوم ب هذا الخيط الذي أقوم بلطقه على الثوب لأضع الحجرات في الطرف الآخر تماثل الطرف الأيمن، الطرف الأيسر يماثل الطرف الأيمن. بعد لصق الحجيرات أقوم بإزالة هذا الخيط، يعني أقوم بتنبال الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر. إذا كما ترون معي الحجيرات على شكل منتظم، وكل حجرة من الحجيرات تماثل الأخرى.
التي في الطرف الآخر. ومشاهدين الكرام، أيها السيدات والسادة، فهذا من أجمل وأروع موديلات جديدة 2021. أرجو أن ينال هذا الموديل إعجابكم. إذن مشاهدين، أقوم بإكمال الحجيرات في الكول. لإكمال الحجيرات في الكول، كل واحدة أضعها تماثل الأخرى. إذن بعد لصق الحجيرات، أقوم بجمع الطرف الأيمن والطرف الأيسر. أقوم برتقه وجمعه بالخيط مع الإبرة. هذه هي القفالات مغلفة بثوب الجلابة. إذن بعد لصق ورتق الطرف الأيمن والطرف مع الطرف الأيسر، أقوم بلصق القفالات، هذه القفالات التي قمنا بتغليفها. إذن أواصل عمل الغرزات حتى أنتهي من جمع الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر في هذا النستوك. وإلى هنا مشاهدين الأفاضل، انتهيت من جمع الطرفين الأيمن والأيسر. ثم أقوم برتق الخيط كما ترون معي. أقوم بلصق هذه الكفالات التي قمنا بتغليفهم. هذه الكفالات هي متميزة. إذن مشاهدين الكرام، أضع الكفالات بشكل بانتظام، وكل كفالة إحدى أخرى. إذن حتى أنتهي من هذا النستوك، أو أقول حتى أقوم بإكمال هذا النستوك.
إذا مشاهدينا الأفاضل، هذه الكفالات التي قمنا بتغليفهم هم بانتظام، وكل كفالة تناسب أخرى وحسب مع الحجيرات. أعطى جمالية هذا الجلابة. إذا هذه هي الكفالات. وإلى هنا مشاهدينا الأفاضل، انتهيت من عمل الجلابة. إذا الكفالات بانتظام، والحجيرات كل حجر تماثل في الطرف الآخر. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأشكركم على حسن إصغائكم وحسن المتابعة. إن كنت أول مشاهد معنا في هذا الفيديو، فلا تنسى بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعاتكم لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.